السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم هو عبارة عن حلوة ديال زمان. الحلوة ديال زمان ما كنستغناوش عليها كاملين، حلوة اللي كتكون يعني لذيذة وسهلة التحضير وناجحة 100%. هي حلوة الشمس اللي كتكون يعني بدون بيض وسهلة في التحضير كما غادي تلاحظوا معايا. نتمنى انكم تجربوها لانها فعلا حلوه جد سهله ومميزه، انا متاكده غادي تعجبكم بزاف بزاف. وقبل ما نبداو يعني هذه الحلوه ديالنا، يعني عارفه انه كنتعطل عليكم باش نحط الفيديو، نتمنى انكم تسمحوا لي. المهم راكم عارفين مع مشاغل الحياه. ودابا بلا ما نكثر عليكم بالهضره نمروا لتحضير الوصفه. المكونات اللي غادي نحتاجهم لتحضير هذه الحلوه هي 500 غرام ديال الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، 125 غرام من الزنجلان محمر اي ما يعادل كاس ونصف كاس ديال العنبه. هنا عندي كاس ديال الزبيب اللي كنكون قطعناه. هنا عندي نص كاس ديال السكر كلاصي، نص كاس ديال الزيت، 14 غرام من خميره الحلويات اي ما يعادل 2 ديال لي ساشي. وهنايا عندي السكر فاني والفرينه كتبقى على حسب الخليط. فهاد الحلوه هذه غادي نحتاجوا لهذا المرشم هذا. هنايا اول حاجه غادي نقوموا بها نوضعوا الزبده، غادي نضيفوا لها الزيت، نضيفوا لها السكر كلاصي والسكر فاني. هنا غادي ندمجوا هاد العناصر كاملين مزيان. وهنايا من بعد ما دمجنا هاد العناصر غادي نضيفوا الجنجلان، وغادي نضيفو كذلك الزبيب، هنايا غادي نبقاو نضيفو الفرينة ديالنا. هنا غادي نضيف كذلك هاد الخميرة ديال الحلويات، وهنا كنبقاو نضيفو الفرينة حتى تجمع لنا هاد العجينة. هيا العجينة ديالنا وجدت، يعني كنحصلو على واحد العجينة اللي كتكون بهذا الشكل هذا. انا هنايا هاد العجينة رفدت لي على حساب نقولو 900 غرام ديال الدقيق، هادشي ما بقى لي من كيلو. وهنايا غادي نمروا باش نحضروا هاد الشكل ديالنا. غادي ناخذوا هكا على حساب هاد العجينه هكا ونديروها كريات. صافي هنا من بعد ما حضرنا هاد الكرات غادي نمروا باش نبقاو هكا نوركو عليهم بالمرشم. باش كيعطينا هاد الشكل هذا. هنا كنديرها شويه في الفرينه في الاول عاد باش نورك عليها باش ما تلصقليش. صافي كنواصلوا بهذه الطريقه هذه وكنسخنوا الفران على درجه حراره 180 درجه حتى تاخذ لنا واحد اللون اللي كيكون ذهبي، ومن بعد غادي نمروا باش نفندوها في السكر كلاصي. هنا من بعد ما الحلوه ديالنا بردت تماما هنا غادي نمروا باش نبقاو نفندوها في السكر كلاصي.
الوصفة ديالنا ديال اليوم هذه هي، يعني كما لاحظت معايا انها حلوة جد سهلة، ويعني وكتغرم خرجت لي انا هذه الحلوة 96 حبة، يعني كتغرم بواحد الكمية يعني مهمة، وكما لاحظت معايا حتى التحضير ديالها ما كياخدش الوقت بزاف. نتمنى انكم تجربوها لانني متأكدة غادي تعجبكم 100%، وغادي نضرب لكم موعد في وصفات وحدين اخرين ان شاء الله. الى اللقاء.